صباح الفل عليكم وصباح الجمال ونشاط وحيوية وتحاليل كلها مظبوطة وأدوية في ميعادها. صباح الفل عليكم جميعا، ويا ريت نلتزم بجرعات علاجنا مظبوطة وما ناخدش المواضيع بصعوبة. والمواضيع سهلة جدا، ومرض السكر مرض سهل، الشفاء منه سهل، وتظبيط السكر سهل جدا، بس نفهم طبيعة المرض بتاعنا كويس. لو فهمنا المرض ازاي بيحصل ولو فهمنا المشكلة في ايه هنحلها كويس. مرض السكر هو مرض سهل جدا السيطرة عليه. مرض السكر هو مش حاجة مش معروفة، مش معروف سببها، مش مرض موجود محدش فاهم فيه حاجة ولا حد عارف يعمل تحاليل ولا حاجة. لا، ده مرض سهل جدا السيطرة عليه. كله نظام غذائي، كله اكل وشرب، مفيش اي مشكله خالص. نبدا فطارنا بحاجه بسيطه، نبدا فطارنا ببروتين، نبدا فطارنا بدهون، بس بلاش كربوهيدرات، علشان الكربوهيدرات هتبدا انها تعلي السكر الصبح. فالاول ناخد البروتين اول حاجه علشان نهيئ المعده ونهيئ الجهاز الهضمي، ان احنا بنبدا الجسم البنكرياس يبدا يظبط الانسولين اللي موجود، ويبدا يهيئ الجسم ان احنا ما يحصلش ارتفاع في السكر في الصباح. كربوهيدرات الصبح يعني حساسيه، المريض السكر عنده حساسيه للكربوهيدرات فتره الصباح بالذات، فما فيش داعي ان احنا ناخد كربوهيدرات فتره الصبح. تاني حاجه نتعود نقيس السكر، تحاليل يوميا يا جماعه، التحاليل بالجلوكوميتر ده بيساعدنا كتير. اتعودوا تحللوا السكر الصبح، السكر بعد الاكل بساعتين. دايما القرايات بتاعتنا تبقى في المعدل الطبيعي. اتواصل مع الدكتور، احاول بقدر المستطاع ان انا استفيد من الانترنت بالطرق العلميه الصح، ادخل اشوف اسمع الدكتور ده واسمع ده واسمع ده، وافلتر الحاجات اللي انا مش عايز، ان انا شايف انها مش هتفيدني. خلينا نستعمل السوشيال ميديا في الفايده مش في الضرر. ناخد علاجنا في مواعيده، ده شيء مهم جدا. في بعض الناس يقول لك لا، انا مش واخد علاج، انا سكر ايه وبتاع ايه، انا مش عامل الكلام ده. ماشي، ما تاخدش علاج، بس ظبط اكلك وشربك. لكن تلخبط اكلك وشربك وفي نفس الوقت مش عايز تاخد علاج وتدخل في مضاعفات، لا. واحنا اتفقنا ان افضل وسيله في علاج السكر هو النظام الغذائي المعتمد على اللو كارب اللي هو كربوهيدرات قليله، والنتائج كلها مبهره جدا، النتائج كلها كويسه. فعشان خاطري يا ريت نبدا صباحنا الصبح ببروتينات قليله. فافطار المريض الصبح هيبقى بروتين بيضتين ثلاثه اربعه، مفيش مشكله خالص. طبق سلطه كويس، تونه لو انت عايز مفيش مشكله، طبق شوربه لو عامله الصبح مع الفطار. وفي واحد يقول لي انا لازم باكل عيش، مفيش مشكله، هتاكل ربع رغيف بس ما تبداش بيه، ابدا كده وبعد ما تاكل جسمك بس يدخل فيه البروتين. لان دي دراسه اتعملت في امريكا واثبتت بالدليل ان البروتين او الدهون، احنا لما نبدا نهيئ الجسم للاكل بتبدا الهرمونات اللي موجوده في الجهاز الهضمي زي فعل ادويه الجيروفيا والجالفاسميت تبدا تشتغل وتخلي البنكرياس يطلع شويه انسولين، علشان لما تيجي تاكل كربوهيدرات بعدها بالنسب القليله اللي احنا قلنا عليها السكر ما يعلاش. يبقى نصايحي في وجبه الفطار ان احنا ما نبداش بالكربوهيدرات. النقطه المهمه اللي لازم نفهمها، نقيس السكر كويس، السكر الصايم يبقى في الرينج المعقول، يعني احنا لو حققناه اقل من 126 ده كويس جدا، بعد الاكل بساعتين في حدود ال 140 كويس. النصيحه الثانيه اللي هقولها لكم، مش عايز توتر عصبي، مش عايز حزن، مش عايز زعل. التوتر العصبي يعني كورتيزون عالي، يعني تفائلوا بالخير تجدوه. يعني انت مش لازم ان انت تعيش في توتر، مش لازم ان انت تعيش في حزن، كل ده مش هيفيدنا بحاجه، كل ده هيرفع السكر في الدم. ارجوكم، التوتر العصبي، نقص فيتامين د، الاكل الغير صحي، كل ده اللي هيرفع السكر. صباح الفل عليكم، وان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما.